الفيديو ده مميز جدا لان النهارده اجازه ابويا، فقررت اخده هو وامي واعزمهم على الاكل بره. قلت كده رايح دماغهم بقى من وجع دماغي البيت واخواتي والكلام ده كله، رب اليوم يعجبهم. فتعالوا كده بقى نشوف اليوم ماشي ازاي. اديته مطعم ابن مصر عشان حاجتين، اول حاجه قريب من البيت عندنا 10 دقايق، وتاني حاجه اي حاجه هتلاقي عنده هناك، يعني اي حاجه تخطر على بالك هتلاقيه بيعملها. هنا القمرين كان فاكرين ان بصور بصوره عاديه، بس قلت لهم لا ده فيديو. هنا ابويا كان قاعد بيستكشف المكان عمال يتفرج على العربيات. يا جدعان الراجل ده والله بحبه جدا. اللحظه اللي كلنا مستنيينها نزلت الوليمه. هقول لكم بقى ايه اللي نزل كده واحده واحده. اول حاجه صينيه فتت وحش الكون، نص شاورما لحمه ونص شاورما فراخ. بعد كده صينيه الكواكب بينزل لك عليها عيش كده، انت بتقطع العيش ده يظهر بقى الحلويات كده كلها، ممبار وسجق مشوي وفراخ مشويه. بص بصراحه كان ريحته جامده جدا. وطبعا نص مشكل كده كباب وكفته ومعاه كده عيش محمص. بعدين وجبه شيش طاووق عشان امي بتحب الشيش طاووق جدا، فكنت لازم اطلبه. بعد كده حمام مشوي، انا ما بحبش الحمام خالص بس قلت عشان مهمه. بعد كده معلم ينزل بقى كده بالملوخيه ولسان عصفور ونبدا بقى. وهنا امي كانت بتقول لازم الملوخيه تتاكل ودن قطه، تعمل كده عيش ودن قطه وتاكلها. ابويا بصراحه كان موافق على الراي، قال انت كلامك صح، فشرب من الملوخيه على طول. وهنا امي كانت بتقطع الحمام بس قالت لك ده سخن جدا انا لازم اسيبه يبرد شويه. ابويا قال انت كلامك صح، بس اكل الحمامه كلها. اللحظه اللي بص خدت قلبي كده، ابويا بقى باكل امي كده بلحظه رومانسيه. لا ده فاضل كده ايه نص صباع كفته لما اكل انا بقى، يلا الف انا. وهنا امي قالت له لا لازم ارد لك رومانسيه كل السجق، بس كان هياكل صباعه. فاليوم اللي قضيته معاهم ده من احلى ايام حياتي، الاكل بصراحه كان جميل جدا. واحد يقول لي طب انت ليه طلبت اكل كتير كده جدا وحرام بقى انت ايه يعني التبذير والكلام ده، احب اقول له انا طلبت اكل على قدهم، كان هياكلوا نص اكله بس ويسيبوا الباقي لاخواتي، فانا طلبت اكل كتير عشان اخد لاخواتي برده في البيت. هنا كده خلاص بقى خلصنا اكل، هنا كانوا قاعدين بقى بيتكلموا على ذكرياتهم. وهنا بص كانت شويه ضحك كده جميل. كل والله اللي طلبوا من الدنيا ده ان ربنا يطول في عمرهم، قولوا امين يعني، ادعوا لهم كده وقولوا لهم كلام حلو في الكومنتات.